كواكب ماشيين زي صفوف ومواكب وأرضنا ماشية وليها نظامها وإحنا بأفعالنا بنظلمها. كيف رح اشكرك لانك رجعت لي ابني باسل بعد ما فقدت الامل برجعته؟ ده توفيق من ربنا مش اكتر. رح ضل طول عمري شايلتلك هالجميل انت ورفقاتك. مفيش جميل ولا حاجه، المهم انا كنت عايزه اسالك عن اخوكي. اخي سامر للاسف افترق عني واستنيته وما اجا. احكي لي امتى اخر مره شفتيه، يمكن نقدر نساعدك. كنا هربانين من ضيعتنا اللي صار فيها الحرب، الجيش اجا مشان يحمينا بس الارهابيين كانوا عاملين لنا فخ، الدرب اشتغل من طرفين ونحنا محصورين بالنص. حاول الجيش يساعدنا بس الإرهابيين كان تسليحهم ضخم، وطبعاً اضطريتوا تهربوا عشان تنقذوا نفسكم. وبنص الدخان شلت ابني وركضت وشفت من بعيد أخوي عم يهرب من طرف الجبل، كان بيدور علي. ناديت له وقلت له رح استناك بعد ما المعركة تهدى. انتهت المعركة وطبعاً ما جاش. وقتها اجت قوات الأمم المتحدة أخذتنا على المخيم. قلت أكيد سامر هيسأل ويعرف مكاننا، بس عدى يوم واثنين وثلاثة وما ظهر. قدرت أجيب صورة لسامر من قاعدة بيانات وزارة الداخلية، عايزة أتأكد منك هو ده ولا واحد تاني. إيه وهو؟ أوعدك هنعمل كل اللي نقدر عليه عشان يرجعلك بالسلامة. المشكلة إننا المفروض نبحث عن سامر في منطقة مساحتها 300 كيلو مربع. أنا طرت وعملت جولة سريعة، المنطقة بجد وعرة. يعني ايه وعرة؟ يعني مليانة حاجات طالعة وحاجات نازلة وصعب تلاقي حد بتدوري عليه لانه ممكن يكون متداري في 100 حتة. البحث الحراري ما فدناش بحاجة للأسف. لا، التضاريس غريبة والجبل فيه حيوانات برية كتير دايما بتدينا نتائج مشوشة. طيب ازاي هنرجع سامر لأخته سمر؟ مين ممكن يكون شافه هو بيهرب؟ شافه هو بيهرب؟ انت تقدر تدخل على الأقمار الصناعية مش كده؟ ايوه، عندي تكنولوجيا اقدر ادخل بيها على اي قمر صناعي. بس هنبحث فين؟ اكيد سامر اتحرك مسافه كبيره. هنرجع للتسجيلات القديمه من يوم المعركه، ده المكان اللي دارت فيه المعركه، وحسب وصف اخت سامر سامر كان واقف هنا جنب الشجره دي. كده بقى عندنا موقع ممكن نبدا البحث منه. هرجع لصور المعركه، ده توقيت بدء المعركه. هي دي الشجره اللي كان عندها باسل. رامي اعرض لي صورة مقربة للشجر. دي أنقى صورة لقيتها. عايز صور لنفس المكان بفاصل زمني 30 ثانية. لقينا سامر. بس الصور دي من أسبوع. رامي شغل خاصية التتبع واعرف لي تحركات سامر. سهلة. وصل عند سفح الجبل والعربية دي تقريباً بتنقذهم وتاخدهم بعيد. ثواني أعرض لكم الكادر اللي بعده. فعلاً
ركب العربية. خليك ورا العربية بفاصل 10 ثواني وعرف لنا طريقها. العربية دارت حوالين الجبل. في حاجة غلط، الصور كلها بقت معتمة. أكيد مشكلة في القمر الصناعي. لا، باقي الأقمار الصناعية جايبة نفس النتيجة. ادخل على قاعدة بيانات أقمار الرصد البيئي وعرف لنا حالة الطقس كانت إيه في الوقت ده. شبورة مائية، وده اللي خلى الصور مش واضحة. ده آخر مكان ظهرت فيه العربية اللي خدت باسل، ومن هنا هنبدأ تحرياتنا. زي ما انتوا شايفين، مساحة كبيرة من الأرض بيغطيها التلج، والأرض نفسها غير ممهدة وصعب نبحث فيها. أنا ورامي بنقدر نطير، هنعمل جولة و... الأحسن إن البحث يكون من على الأرض. خلونا ننزل في آخر مكان رصدنا فيه عربية سامي. الجو برد قوي، أكيد الناس اللي هربوا هنا كانوا عاملين حسابهم وشايلين معهم هدوم تقيلة. مفيش أي أثر حراري قريب. بفكر إننا نبحث عن نوع تاني من الأثر. انتوا شايفين الجليد كل شوية ينزل وبيمحي أي حاجة على الأرض، لكن أثار زي دي ما بتتمحيش. طعام معلب. تحليل بقايا الأكل بيقول إن العلبة دي اتفتحت من 6 أيام، يعني بعد المعركة مع الإرهابيين بيوم. كويس إن الناس اللي هربوا من المعركة كان معاهم أكل يكفيهم طول الطريق. كانوا ماشيين على رجليهم، يعني معاهم يدوب كمية تمشيهم أيام قليلة. لقيت إزازة مية فاضية. يبقى ده الاتجاه اللي هندور فيه. كل اللي لقيناه معلبات وأزاز فاضية. أنا رصدت حاجة، لما قربنا بقى الكشف الحراري متاح. المؤشرات بتقول إن في بشر مش كائنات تانية. أنا كمان حسيت بوجود ناس حوالينا. ما تخافوش، إحنا أصدقائكم وجايين ننقذكم. أنا شايفة حاجة هناك. احنا تايهين وسط الجليد، واحنا جينا ننقذكم. انتوا كام واحد في المكان هنا؟ مش اقل من 20 شخص، بينهم ستات واطفال. بس الاول قولولي، الارهابيين مشوا؟ وبحب اطمنكم يا ابطال انه كل الناجين حالتهم كويسه. خرجوا من المستشفى؟ قسم منهم طلع وقسم منهم لسه تحت المتابعه. هل الناس دي هترجع للجبل تاني؟ لا، هنقلهم لقرى جديده حررناها من الارهابيين. بيحسنوا هنيك يعيشوا فيها معززين ومكرمين لحد ما نطردوا الإرهابيين، وساعتها بيرجع أهالينا لبيوتهم تاني. إحنا كملنا بحث الباقي اليوم وما لقيناش حد تاني. دول كل اللي هربوا وقت المعركة، وما فيش أخبار عن سامر اللي إحنا أصلاً خرجنا عشان ندور عليه. وأنا عم بحكي مع الناجين ذكرت اسم سامر، فحدا منهم قال لي إنه هو بيعرفه وحكى معه، بس كانت حالة الناجي ما بتسمح إنه يحكي هو كتير. وحالته دلوقتي تسمح؟ أيوة، عايز أتكلم معاه في أسرع وقت. حمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك يا نور يا ابني، لولاك انت وصحابك كان زماننا لسه تايهين وسط الجليد. ان شاء الله كله هيبقى تمام. الضابط نزار سألني على سامر، محتاج اعرف مكانه. هربنا سوا يوم ما الارهابيين هاجموا، لكننا افترقنا في الجبل، هو كمل واحنا فضلنا مستنيين الانقاذ. ما تعرفش راح فين؟ كان بيتكلم عن نيته الخروج من البلد عن طريق البحر في سفينة تهريب. كان بيتكلم عن صاحب مركب اسمه الكودي القبطان. القبطان ده هو المسؤول عن تهريبهم. للأسف دي كل المعلومات اللي عندي. متهيألي المعلومات دي كافية جدا إننا نوصل لمكان سامر. شكرا جدا. يا ترى نور وأصدقائه هيتصرفوا إزاي؟ تفتكروا نزار ممكن يساعدنا نوصل لمعلومات من أجهزة شرطة الدول التانية؟ تابعونا في الحلقة الجاية.